صوت العرب من القاهرة. سر السعادة بسيط جدا، عيشها ببساطة تعيش أحسن من غير ما تتعب ولا تسأل، هتشوف معانا العيشة أجمل. عيشها ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين، حلقة جديدة من عيشها ببساطة. وطبعا احنا كل مرة بنحاول ان احنا نروج ازاي نعيشها ببساطة، نعيش مع بعض العشر دقايق اللي احنا بنتكلم فيهم ببساطة، ونجيب من كل بلد في الاقليم في الوطن العربي تجارب لبعض الناس، حاجات ممكن تكون رسائل عايزين يوصلوها لكم كلكم اعزائنا المستمعين. ومعانا النهارده استاذه ابتسام سليمان، مخرجه افلام وثائقيه وباحثه في شؤون المراه والطفل وكاتبه. ازي حضرتك استاذه ابتسام؟ اهلا بحضرتك يا دكتور. حياتك من المغرب؟ طبعا انا من المغرب، وبالظبط من مدينه اجادير. جميل وسط جدا. المملكه. جميل، بلد جميله اكيد. انا ما رحتهاش بس نسمع حاجات كثيره عنها، من جبال، من تاريخ، حاجات كتير. طبعا. بس خلينا ناجل هذا الموضوع لان محتاجين نتكلم فيه كتير، انما عايزين النهارده نعرف ببساطه من هي ابتسام وماذا تريد ان ترسل للوطن العربي وللعالم كله من رسائل. اهلا، اولا عايز اشكر حضرتك واشكر اذاعه صوت العرب، الاذاعه اللي دايما اتشرف بوجودي فيها، وليها تاريخ طويل وعميق مع المغرب خاصه ومع الشعوب العربيه عامه. بالظبط، يعني مسموعه ومؤثره الحمد لله. لا، ليها صله وصل قويه جدا من ايام الاستعمار الفرنسي مع المغرب والجزائر وتونس. طيب دلوقتي ابتسام هي مين على الجانب الانساني ورؤيتها للعيشه ببساطه ايه؟ البساطه اصعب من التصنع. مش هنعدي، عايزين نعرف على الجانب الانساني الاول. لا اكيد، بس ادي تعريف بسيط بالنسبه لي كبساطه. بساطه شيء اصعب من التصنع. تمام. لذلك احب واعشق البسطاء، والحمد لله اعيش حياتي ببساطه، وما بحبش حياتي يبقى فيها اي معقدات او اي حاجه، بحب كل حاجه بسيطه. تتعاملي لو في حد متضايقه منه تقولي له، لو حد تتجنبيه طبعا ممكن نبو خالص. يعني انا ما اعرفش اعيش مع ناس او اكلم ناس انا في حاجه ناحيتهم مثلا او واخده من خاطري عليهم، او العلاقه يستحيل تستمر. العلاقه الانسانيه، فانا اتجنبهم بشكل تام، بشكل نهائي. تمام. لان حياتي بسيطه، فدايما بتعامل مع الناس بالبساطه وبالحب. يعني الاول بتبقي مقدمه بساطه وبتتكلمي عادي وبتتكلمي بحذر طبعا اكيد، يعني مع الوقت الواحد بياخد بيكتسب حاجات كده. طبعا بنكتسب تجارب من خلال معاملتنا مع الناس. بالظبط. بس مش قادره تعقدي الدنيا، برضو بتتكلمي برضو ببساطه وبتتعاملي ببساطه ومتوقعه الخير دايما. يعني دايما، وحتى لما بشيل نفسي من العلاقات دي بشيلها ببساطه وبسهوله من غير اي مشاكل، من غير اي حاجه. ده جانب انساني، كيف تتعامل ابتسام مع الوضع ده. لما نيجي بقى للجانب اللي هو فيه بحث في شؤون المرأة، الإخراج، الأفلام الوثائقية دي، جانب فني، إزاي بتوصلي بقى ده اللي هي الكونسبت اللي احنا قلنا عليه او الطريقه التعامل البسيطه في حاجاتك بقى كلها، سواء بقى كباحثه وكاتبه في المراه والطفل او في كمخرجه؟ فدايما بحاول اوصل رسالتي ببساطه، بساطه اللي خلي كل الناس تفهمها. تمام. لان رسالتي هتبقى للناس اللي هي بعيده عن الثقافه، اللي هي مش متعلمه، لازم اوصلها لهم ببساطه وبسلاسه. فهو ده المجتمع اللي انا بنشده واللي بحاول اوصل له رسالتي. تمام. فعشان اوصلها له لازم تكون بسيطه. ده في الكتابه وفي الاخراج. وفي الاخراج. يعني طب انهي نوع من الافلام التسجيليه بتعمليها؟ افلام ولا هي افلام وثائقيه تاريخيه ولا هي ايه؟ لا، هي فكرتي جت من خلال دراستي للافلام التسجيليه، بدايه. تمام. من الاخوان لومير. مم. اول اتنين في العالم عملوا فيلم تسجيلي. فيلم تسجيلي بسيط جدا، توصل رساله مهمه كانت بدايتهم. صوروا عمال طالعين من معمل، من شغل، بكاميرا عادية اللي هي كانوا بيحاولوا يعملوا كاميرا خشب وكاميرات القديمة. أيوة. ده أول فيلم تسجيلي، يعني فيلم بسيط، سجلوا لحظة خروج الناس من العمل بتاعهم. من العمل. يعني الفيلم ده عمل ضجة، وكمان منه ناس كتير استوحت أفلام تانية. فأنت أثرك هذا الموضوع أنه ممكن
حاجة توصلي بسيطة. للناس وتغيري حياة الناس عن طريق مفهوم معين في فيلم تسجيلي تعمليه يعني. طبعا بسيط، واحنا كلنا الحمد لله ناس كتير بتشوف ان في افلام كتير حصلت على جوائز اوسكار او افلام تسجيليه مثلا بتلاقيها بسيطه، يعني ما فيهاش حاجه، ما فيهاش اي حاجه، لا افوره في اللبس ولا في الممثلين ولا، بتلاقيه فيلم بسيط جدا وعادي جدا، بس رسالته وقيمته اهم من كل حاجه، المحتوى البسيط. حلو جدا. هو طبعا احنا دايما بنربط اللي احنا بنتكلم فيه والبرنامج بتاعنا بالحاجات الصحيه، وطبعا الجانب الانساني او النفسي ده برضو زي ما انت بتقولي كده، الواحد لو غير حياه ناس انها خد الموضوع ببساطه، حب الحياه، حب النجاح، طبعا كل ده ماشي او ممكن يخرج من عباءه الافلام. بس أكيد. بالنسبه بقى للمراه والطفل، الحياه الاسريه، الحياه العائليه، التربيه، دي برضو جزء مهم يعني. طبعا دي اهم حاجه، دي اساس المجتمع. واحنا لو يعني وسبب ان احنا حياتنا بقت معقده وما بقتش بسيطه، بقت حياتنا مشتته بالظبط. الخلل ده او في الموقف اللخبطه اللي في العلاقه دي ممكن بين الاسره وبين السيده وبين والام الطفل والطفل ده. والتربيه صح. ما بقتش بسيطه، بقت معقده، حتى التحاور وفن التواصل في الاسره بقى معقد، صح. ما بقاش بسيط زي الاول. لا وكمان اكيد برضو التلفزيون، الانترنت، السوشيال ميديا كلها غيرت العولمه المعاكسه. انا بسميها العولمه المعاكسه. يعني انت ضد العولمه؟ مش ضد العولمه، بالعكس، احنا لازم يكون عندنا عولمه. طالما العولمه دي خدناها بشكل مضر صحيا ونفسيا ومعنويا وماديا، يبقى دي عولمه معاكسه. تمام. يعني ممكن يبقى في عولمه بس بأطار معين، او ما تفقدش التقاليد وما تفقدناش طبعا اصولنا بميزات يعني. خاصه، بميزات تناسب المجتمع العربي الاسلامي، ما يعني نخرجش او ما ننتزعش من اصلنا لا ونعمل خالص. حاجات ضد تقاليدنا يعني. اكيد يعني احنا نستغل العولمه دي بالماضي، بالماضي الجميل، الماضي الاسلامي اللي احنا بنفتخر بيه، او الماضي العربي عامه. الفيسبوك والسوشيال ميديا بالذات بتعتمد على الحاجه الغريبه، فممكن واحد لسه شايفه من شويه، مش عارف، هو ومراته خلفوا بنت فبيصوروا لحظه الخلفه. ده غريب شويه ان احنا نخش في خصوصيات الناس، طبعا بس طبعا. بقت الرغبه في انها تبقى حاجه ويرد، حاجه غريبه يعني. انا اول مره يعني افكر في القصه دي لما انت قلتي لي دلوقتي يعني. لا انا مش الناس، مش دي حاجه غريبه، بس انا بعتبرها عشان الناس دايما بتحب الفضول. ايوه صح. فبيكتشفوا، هي مش حاجه غريبه، هي حاجه عاديه وحصلت من زمان وبتحصل، وفي اصعب منها مثلا طبعا بيحصل. طبعا. بس حب الفضول وحب اكتشاف ما يفعله الاخرون، فانا شايفه ان احنا نعرض حياتنا الخاصه على السوشيال ميديا مش حلو، دي خطر جدا فعلا، خطر جدا بالظبط، وتاثر على التربيه وتاثر على العلاقات الزوجيه وتاثر على تربيتنا لاطفالنا والتقاليد اللي احنا عايزين نوصلها اولادنا اكيد يعني. طبعا اكيد بتاثر على كل حاجه. هستاذنك لازم يبقى في حلقه تانية بقى عن الحاجه اللي انا ما سافرتهاش ونفسي اسافرها وهتاخدينا رحله اليها بتقاليد، ببساطه، بالشخصيه، بكل حاجه معاكي كده ان شاء الله. المغرب، ونشوف المغرب بعيون ابتسام سليمان المخرجه والباحثه في شؤون المراه والطفل. سلام حضرتك، ميرسي جدا. شكرا جزيلا. عيشها ببساطة، ببساطة. مع الدكتور وائل صفوت وسعدي حسين.